شاء الله. على ذكر عصام عمر بالتأكيد بوجه له تحية، بس مش بس تحية، عصام عمر انت جامد بس. عصام انت جامد بس، يعني حاجة كده، يعني مش عايز ارغي كتير، بس هو إيفرتلس بدون اظهار انه بيبذل مجهود، هو بيعمل حاجة عظيمة. هو كمان كشخص كمان، يعني هو اون سيت كان بيساعدني كتير جدا بصراحة. يعني كنا بنتكلم، حتى احنا اول مرة اتقابلنا اصلا قلت له بص، واحنا شغالين تعالى نتعامل ان احنا نعرف بعض من زمان، لو في اي حاجة حاسسها قول لي عليها، لان كده كده خالد لو في اي حاجة هيقولها لي، انما عصام فده كان بيحصل بقى. فده برضو من الحاجات اللي فرقت جامد. يعني انا حابب كمان ازود بخصوص عصام حاجة، يمكن عشان هو مش موجود بس حابب احكيها عنه. يعني عصام برضو انضم للفيلم قبل تصوير بالتو، قبل ما يكون يا حبيبي ما انتوا شغالين من العقد الماضي. فعصام انا اول ما بعت له السكريبت، انا بعته له، احنا كان في نقاشات دايما بيني وبين رشا مع تطور الفيلم، في كل نسخه لما كنا بنكتب كانت مواصفات البطل فيها بعض التغييرات، سواء سنا او سواء مواصفات جسديه او هكذا. وكان في مرشحين طول الوقت كتير مع كل تطور لنسخه في السيناريو. الفتره دي انا قعدت مع اصدقاء ممثلين كتير وبعت السيناريو لناس كتير وهكذا، وكان في قبلها نقاشات مع رشا على بخصوص البطل، مين اللي هيعمل البطوله، خاصه ان في الوقت اللي كان قبل ظهور عصام في بالتو كان مش ناس كتير سد الفراغ بتاع البطل اللي في الفئه العمريه دي، هم اسماء معدوده جدا وطول الوقت متشافه. وكانت التجربه بالنسبه لي الاهم معيار فيها في اختيار الممثلين كلهم هي حاجه تكون فريش، ناس ما اتحطتش في الادوار دي قبل كده، هي لعبه هنلعبها كلنا. حتى بالمناسبه ده كان عنصر من اختيار ان الناس كلها جديده، حتى اللي ورا الكاميرا، ان احنا محتاجين نقدم حاجه شكلها مختلف وليها طعم مختلف، مش شبه حاجه اتعملت قبل كده. مفهوم. فوقتها لما كلمت عصام انا بعت له بالمناسبه السكريبت وقلت له اقرا السكريبت ده وعايزك تقول لي في شخصيه كارم، انا مرشحك لدور كارم. وقلت له انا عايزك تقول لي وجهه يعني حكايه الفيلم. والله انا كنت عايز اشوف وجهه نظر عصام في الفيلم، بس من غير ما يكون شايف الفيلم من دور البطوله، عشان عايز اعرف رايه في الفيلم كصانع افلام. ما كنتش عايز اشوف في الشخصيه، لان هو كل مواصفاته مختلفه خالص عن كارم. وساعتها عصام قرا السيناريو كله واتفاجئت بمكالمه بعدها بيومين او ثلاثه، ودي حاجه حقيقي عمري ما قابلتها مع ممثل غير قليل قوي، ان عصام وقتها كلمني مكالمه تقريبا حوالي تلت ساعه او نص ساعه، هو بيفند الفيلم كله وبيفصصه بكل طبقاته وبكل الحاجات اللي كانت في العمق جدا في الفيلم، اللي انا حتى يمكن ما حكيتهاش بصوت عالي للناس.